في أول أخبارنا، استقبل سعادة الفريق خميس مطلم زين القائد العام لشرطة دبي في مكتبه سعادة السفير عبد العظيم محمد الصادق قنصل عام جمهورية السودان الشقيقة، الذي قدم لتهنئة سعادته بمناسبة الثقة الغالية التي أولها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية سعادته إلى رتبة فريق، إضافة إلى تهنئة القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها وتميزها في مسيرة البناء والتطوير والريادة لإمارة دبي وتحقيق الكثير من الإنجازات والريادة العالمية والمحلية خلال مسيرتها في التميز والعطاء. وبدوره شكر سعادة الفريق المزينة سعادة القنصل العام السوداني، مؤكدا اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارات وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مضيفا أن شرطة دبي وضعت جل اهتمامها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة تضم 6 أشخاص من الجنسية الأفريقية متخصصين في سرقة المحلات التجارية، وأكدت التحقيقات أنهم قاموا بسرقة عدة من المحلات بالإمارة. وكانت شرطة الشارقة قد تلقت مجموعة من البلاغات التي تشير إلى تعرض عدد من المحلات التجارية للسرقة من قبل مجهولين، حيث يقومون في كل عملية بكسر باب المحل وسرقة المبالغ المالية والبضائع التي توجد بالمحل. وخلال عملية البحث والتحري تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم وضبط وتحريز المعدات التي تم استخدامها في السرقة من أدوات حديدية وسلاح أبيض. كما أعلن سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة عن نتائج المرحلة الثانية لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت نظام حماية، وهو صادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، حيث أوضح سعادته بأنه وصل عدد المنشآت التي قامت بتطبيق وتركيب نظام حماية إلى 900 منشأة على مستوى الإمارة، وتم من خلالهم تركيب عدد 6471 كاميرا مراقبة تلفزيونية، مضيفا سعادته أيضا بأن شرطة رأس الخيمة تعتبر جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها. إذن كانت هذه أخبار وزارة الداخلية وفقرة العين الساهرة، بعد الفاصل فقرة شباب الدار والابتكار.